هذا المجتمع يتحقق فيه حفظ الأمن كذلك بوصف آخر، وهو أن يعلم كل امرئ غيره. فإن كثيرا من القوادح في الأمن إنما دخلت بسبب الجهل، فكثير من الذين أخلوا بهذا المقصد أخلوا به بسبب جهلهم بإحكام شرع الله عز وجل، ولربما ألبسه بعضهم لباس الدين وظنوا أنه من الدين، فقتل امرؤ غيره وانتهك عرضه وأخذ ماله بدعوى الدين، إما وجوبا أو إباحة أو ندبا. ولو أن العالم علم وفقه وبين فإنه حينئذ يكف يد كثير من الجهال. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم إذا كانوا في أن المجتمع مثلهم كمثل راكب السفينة اقتسموا فيها، فبعضهم قال أكون في أعلاها وبعضهم قال إنه يكون في أسفلها، فاحتاج الذين في أسفلها إلى ماء، فقالوا لو خرقنا في جزئنا خرقا، ففعلوا ذلك. فلو تركهم من في أعلى السفينة لهلك الأسفلون وهلكوا معهم وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بيدهم وعلموهم لنجوا ونجوا جميعا. الأمر مثله، إذا رأيت رجلا يظن أن أمرا يفعله مباحا وربما عياذا بالله يرى أنه مندوب، وهذا الأمر الذي يفعله سواء كان قولا أو فعلا، هذا الأمر الذي يفعله يخل بالأمن، فإنه يلزم المسلم أن يبين وأن ينصح وأن يأخذ على يده. وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.